بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئية دي هي جزئية حل تمارين القواعد الخاصة بزمنين اتنين، زمن الماضي المستمر وزمن الماضي البسيط الـ Past Simple والـ Past Continuous. ده كتاب ايه اللي هنشتغل منه دلوقتي حاليا؟ ده كتاب العمالقة، كتاب سنة 2024. حضرتك اكيد الكتاب لسه ما وصلش عندك، لان الكتاب ده عينة تجريبية نزلت منه، معرفش هو نزل عندك مكتبة بلدك ولا لا، لكن احنا نزلنا شرح القاعدتين دول وهننزل عليهم الاسئلة اهو لحد ما ينزل كل الكتب كده ونقرر كتاب معين نشتغل منه. اول سؤال بيقول لك ان 2021، في 2021 I not a new house in my village. الراجل في اصلا في اول جمله، في مطلع الجمله قال لك في 2021، يعني كده بتكلم على حاجه حصلت في الماضي. وبناء على ايه؟ ده ماضي بسيط. وانت بتقول انا بنيته، يعني ماضي بسيط، فهتقول I built. في الجمله الثانيه بيقول لك ان 2021 a new house منزل جديد. خد بالك انا لو سالتك هو المنزل الجديد موقع في الجمله، هتقول ده والله يا فندم ده اوبجكت، يعني ده مفعول. بما ان مفعول يبقى مبني المجهول، فانت هتقول منزل جديد was built، يعني بني، ماضي بسيط مبني المجهول. while عايزه بعدها ماضي مستمر، ومفيش تفكير في حاجه غير كده. while اصلا ما ينفعش بعدها ماضي بسيط، وما ينفعش بعدها الفعل مرفوع ان جي ما دام في فاعل. طيب ثانيا while دي يا مستر، انا عايزك تفهم انا ليه بستبعد الاجابات الثانيه، يعني ليه هستبعد لك كل الباقي واختار اجابه واحده؟ والله مستر وايل دي عباره عن رابط. حلو، وبانها رابط فانا عارف ان لما يكون عندي رابط في الجمله ايا كان بقى الرابط، معايا الناحيه الثانيه ماضي، فالطبيعي ان الجمله الاولانيه هنا هيكون فيها ماضي، وبناء على ذلك هنستبعد ار واتشنج لان ده مضارع، بس كده هنختار مين؟ وير واتشنج. طيب يا مستر، هو ما ينفعش استخدم مضارع مع وايل؟ لا ينفع برنس. ازاي بقى؟ في نفس الجمله دي كمان، تعالى نفس الجمله دي بقول لك وايل وي وير واتشنج تي في ماي كازن سادنلي ارايف. انا ممكن اكون بحكي لك في قصه وبقول لك على اللي حصل من كام سنه، فاحكيها في الماضي زي ما انا شفت كده، او ممكن احكيها في المضارع. فممكن اقول لك مثلا وايل وي ار مثلا ستادينج، بينما احنا نكون بنذاكر، علي كمز، علي بياتي، اند مثلا اوبنز ذا دور. ذا دور انا بحكي لك عن قصه حصلت فين دلوقتي؟ في الماضي، بس استخدمت زمن المضارع على سبيل ان هو اسلوب حكايه، يعني بحكي لك دي قصه حصلت في المضارع، فانتبه لي كده، او حصلت في الماضي بس باستخدام المضارع، انتبه لي كده. انا قلت لك وايل وايل بينما نحن نذاكر، علي ياتي ويفتح الباب ويدخل ويقتل الرجل. كل ده كده زمن ايه؟ كل زمن مضارع، لكن بيحكي عن حاجه حصلت في الماضي. طيب وده اللي حصل هنا في الجمله، بيقول لك بينما كنا نشاهد تلفاز ابن عمي وصل. طيب الجمله كده بيقول لك وايل هي واز بلاينج، بينما كان يلعب فوتبول كرة القدم، هي نوت اند بروك هيز ليج، بينما كان بيلعب كرة القدم هو وقع. انت كده عايز تقول وقع، وقع يعني فل، ليه ما تاخدش ووز فولينج؟ لان ده حدث لحظي، يعني حدث لحظي، حدث حصل فجأة، ما ينفعش اقول لك وكان يقع. وين ذا فون رانج؟ لما التليفون رن، اي ماي لانش، لما التليفون رن انا كنت اتناول، كنت اتناول يبقى ووز هافينج. يا مستر هو هاف تيجي بمستمر؟ اه، ما دام معناها اي حاجة غير يمتلك. وانت اصلا كطالب خربوش واخد بالك ان وين قدامك دي رابط وبعدها ماضي، فطبيعه الحال انت استبعدت المستقبل واستبعدت المضارع، تفكيرك كله في الماضي، فكان تفكيرك في was having او had. once دي كلمه من الكلمات اللي بتيجي مع كل الدنيا، بس انت هتترجم الاول عشان تشوف الراجل بالعربي. يقول لك يبقى once ذات مره we not lunch in this restaurant، ذات مره تناولنا، خلينا نكتب لك باللون ازرق او احمر، تناولنا الغداء في هذا المطعم، تناولنا يبقى وي هاد اللي هي دي. طيب why not you go to the club yesterday because I was busy doing my homework. لماذا لم تذهب للنادي بالامس؟ قال لك اصل انا كنت مشغول بعمل واجبي. انت عايز تقول لماذا لم تذهب؟ كلمه لم دي يعني نفي، فديت بره وير بره. احنا متفقين على مبدا قبل كده ان انا ممكن استخدم الفيرب تو بي في السؤال، وركز فيه عشان دي مهم. ممكن استخدم الفيرب تو بي في السؤال عادي، اه، بس امتى؟ ممكن استخدم الفيرب تو بي لو انا هجيب بعده فعل مرفوع اي ان جي، او انا هجيب بعده باست بارتيسيبل، او انا هستخدمه في جمله ليس بها فعل. لكن انا بستخدم الفيرب تو دو لما يكون الجمله فيها فعل في المصدر، بستخدم الفيرب تو هاف لما يكون عندي باست بارتيسيبل. والمثال اللي على كده هو كالتالي، انا هكتب لك سؤال تعالى نحله مع بعض. اول سؤال انا بقول لك not you at school when they asked about me. ده سؤال، يا ترى هتختار له did
ولا هتختار له هاف ولا هتختار له وير؟ الطبيعي اللي انا بفكر فيه والله يا مستر، انا بقول يو ات سكول يعني انت في المدرسه، دي جمله بدون فعل، وبناء على ذلك انا عايز فيرب تو بي، فاقول له وير يو. طب نوت يو جو تو سكول يسترداي، يا ترى هنستخدم هنا ديت برضو ولا نستخدم وير ولا نستخدم هاد او هاز او هاف؟ ايهما؟ كلهم كده كده مرفوضين. ليه؟ الناس دي عايزه بعدها باست بارتيسيب، وانا عندي جو ماستر، دي عايزه بعدها الفعل ده يكون مضاف له اي ان جي، وده مصدر يبقى ديد. طيب ونرجع بقى لجملتنا الجميله اللطيفه اللي هي رقم 7، فقلنا واي ديد ات يو، لما لم تكن؟ واحنا بنعمل فيه اصل المعنى بتاع الجمله، بيقول لك اصل انا كنت مشغول. يسترداي اي ونت تو ذا كلاب اند ماي فريند، بالامس انا ذهبت للنادي وقابلت صديقي. قابلت ومت، انت لو فاكر في استخدامات الماضي البسيط كنت بقول لك بنستخدمه عشان نعبر عن حدث او عن سلسله من الاحداث اللي حصلت ورا بعضها، فانت بتقول اي ونت ذهبت، وبعدها قلت لي اي مت يعني قابلت. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 9، فروم 7 تو 9 يسترداي، من 7 ل 9 امبارح. شوف الراجل بيقول لك ايه، من الساعه 7 لحد الساعه 9، يعني ده حدث استمر. بما انه حدث استمر فحضرتك كده معاك ايه يا فندم؟ معاك ماضي مستمر. طيب من 7 ل 9، اي نوت ا سيرتن تاسك از اي واز اسكد، من الساعه 7 لحد الساعة 9 وحضرتك كنت مستمر في عمل مهمة معينة، يبقى I was doing الأولانية، بينما أو من الساعة 7 للتاسعة أنا كنت أفعل. My father always not to work by train when he was young. بص يا برنس، والله قال لك when he was، أنا عندي رابط بعده ماضي، فإز going دي مضارع اطلع بره حضرتك، وهاز done ده مضارع اطلع بره حضرتك. was going ولا went؟ هروح أنا قايل لك ملحوظة خربوشة شوية. بداية الإجابة هنا بلا تفكير ولا تدبير ولا أي حاجة خالص هي وين. طب ليه مش was going؟ أصلك يا عم الناصح عارف إنك عشان تستخدم was وير اللي هي ماضي مستمر، يعني عشان نستخدم أي فعل، أي فعل مساعد مع الظرف، فإحنا بنجيب الفعل المساعد وبعدين الظرف وبعدين الفعل، فالطبيعي إنك أنت كان المفروض تقول was وبعدين always وبعدين في الآخر تقول لي going، وده ما حصلش. الراجل مديك هنا مين؟ مدي هنا في الجمله بقول لك ايه was was، وانت قلت ايه was always going عشان تنفع، يبقى الاجابه كده وين. When I worked as a postman، ايام ما انا كنت شغال كساعي بريد، I not up at 3 o'clock every morning، انا كنت بصحى الساعه 3 كل يوم، يبقى I got. مش الطبيعي ان انا بقول لك كنت بستيقظ، يبقى was getting. الجمله رقم 11، الفكره بتاعت الجمله دي كانت تالي، هكتبها لك هنا كده، مع العادات بسيط دائما. يعني ايه مع العادات بسيط دائما؟ لما تكون بتتكلم عن العاده في زمن المضارع مع العاده المضارع بتستخدم سيادتك مضارع بسيط. طب مع العاده الماضي نستخدم سيادتك تستخدم سيادتك زمن ماضي بسيط. طيب واديني المثال عشان المثال هو اللي بيحني نفسك انت من كلام اللهبه المصري ده. رقم 1، لو اقول لك when I feel tired، انا لما اشعر بالتعب I drink tea، بشرب شاي. دي عاده في زمن ايه؟ عاده في زمن مضارع، انا متعود على كده، ساعه ما بشعر بالتعب بشرب شاي، يبقى دي عاده في زمن مضارع. طب الثانيه بقى، لما اقول لك ممكن اقول لك مثلا when I was 25 I always started my day at 6 مثلا. ايام ما كان عندي 25 سنه كنت دايما ببدا يوم الساعه 6، دي عاده في زمن الماضي، فانا عايزك تفهم ان العادات دايما بسيط، ما ينفعش نفكر في الماضي المستمر. مع مراعاه انك لو جيت تروح للترجمه هتلاقي الترجمه واخداك على was getting، اصل انت بتقول لما كنت بشتغل ساعي بريد زمان انا كنت بصحى، هتلاقي نفسك محتاج تاخد دي، بس هي غلط. طيب الجمله رقم 12، I felt really sick، انا شعرت بتعب شديد the party. هو انا سالتك هو كلمه ذا بارتي يعني ايه؟ هتقول لي حفله. طب اسم ولا فعل ولا صفه ولا ظرف؟ لا والله ذا بارتي، لا حفله دي اسم يا عم الحاج، ما دامها اسم يبقى ديورنج على طول من غير تفكير. طيب وات نوت وين يور فاذر ريتيرند هوم لاست نايت، ماذا كنت تفعل؟ يبقى انت بتساله عن هو كان بيعمل يوم مستمر في ايه، يبقى انت عايز ماضي مستمر، يبقى وير يو دوينج. ماي فاذر ترافل تو لندن، ابويا سافر لندن نوت 2022. اسمعني كده وركز معايا، اعرف انك انت، خلينا اكتبها لك في صفحه فاضيه اصلا احسن عشان تبقى الدنيا اوضح. يعني
اكتبها لك هنا. لما تستخدم سنس، سنس زائد سنة ماضية، اعرف واعمل حسابك انك انت عايز مضارع تام. لما نستخدم باي زائد سنة ماضية، اعرف ان حضرتك محتاج ماضي تام. طب لما نستخدم باي زائد سنة مستقبل، اعرف انك انت عايز مستقبل تام. طيب لما نستخدم ان زائد سنة ماضية، اعرف ان حضرتك عايز ماضي بسيط. ولو سألتك الجملة اللي الراجل ده لك دي مديني ايه فيها؟ مديني 2022 زي ما دي، بس ما ادانيش هنا حد من دول. ما هو انت عارف ان سنس والسنة الماضية، يبقى انا عايز الجملة تكون زمانها مضارع تام. ان يبقى عايز الجملة تكون زمانها ماضي بسيط. باي يبقى عايزها ماضي تام. طب ديورنج، مفيش حاجة اسمها ديورنج اثناء 2022. وبناء على ذلك انت هتبص على الجمله تشوف الفعل اللي فيها اللي هو زمنه ايه؟ ترافل، زمنه ماضي بسيط. خلاص يبقى انت عايز ان. شكرا. طب لو هو كان قال لك هنا هاف ماي فازر هاز ترافلد، كنا خدنا سنس. طب لو قال لك هاد ترافلد، كنا خدنا باي. طيب ات ذا تايم ماي فادر ارايفد، ساعه ما ابويا وصل، وي تشيس، ساعه ما ابويا وصل احنا كنا بنلعب، يبقى ماضي مستمر، يبقى وير بلاينج. ادم تشيس اول داي يسترداي، طول النهار امبارح وادم كان بيلعب، يبقى ماضي مستمر، يبقى was playing. طب in the office، ايه في المكتب يعني؟ طبعا والله in the office احنا متفقين على مبدا، لو انت فاكر واحنا بنشرح القاعده، انا قلت لك ان while دي يا فندم، افكر بها سريعا كده، ان while دي لها استخدامات، انك انت ممكن تاخد بعدها فاعل، وبعدين الverb to be في زمن الماضي اللي هو was او where، واحده من الاثنين دول يعني، وبعدين تاخد بعدهم الظرف، او انك تجيب وايل وبعدين الظرف مباشرة، وتلاك هي الوحيدة اللي ينفع معها ظرف، او انك تستخدم بعدها فاعل وبعدين ماضي مستمر. ده اكيد انت فاكر ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط، والاحتمال الرابع فاعل وبعدين ماضي مستمر وبعدين ماضي مستمر. اكيد انت فاكر الكلام ده. المثال او الفكرة اللي تخصني هنا while I was at school، او while at school على طول هو الظرف. ارجع كده لجملتك شوف الراجل جايب لك ايه. هو يقول لك هنا ان ذا اوفيس، يعني ده عباره عن ظرف، ولا من المسلمات الوحيده اللي بيجي بعدها ظرف هنا في الناس دي هي وايل. When I first not news stories، لو انت سمعت مني فيديو شرح القاعده ديت هتلاقيني قلت لك على حته when first، خصوصا في جزئيه المضارع التام انا شرحتها واكدت عليها. When I first not stories I often included، included ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي، يبقى انا عايز جمله ماضي. writes بره، write بره. written دي عايزه قبلها هاد عشان تبقى بعدها باست بارتيسيبل، فما فيش اصلا، يبقى رود. وخد بالك اي فيرست ماضي بسيط، جاست از اي وايل واز وجاست از عايزين بعدهم ماضي مستمر، يبقى ووز ووكينج. وانتبه ان جاست از لازم بعدها جمله سليمه. طيب بعد كده رقم 20، اي نوت ا ويل نون اكتر وين هي تولد مي تو بي كوايت، انا ايه رجلا مشهورا عندما اخبرني ان اكون هادئا، انا كنت بحاور ومستمر في الحوار وشافني مرتبك فقال لي استهدى بالله، يبقى انا كنت احاور ماضي مستمر. هي نوت ان الكسندريا فور 10 ييرز ناو هي ليفز ان بني سويف، افكرك بالفكره دي بما ان احنا اصلا حصتنا كلها يعني بسخن الثانويه، احنا متفقين ان كلمه فور دي بتيجي في حالتين اثنين، بتيجي مع مضارع تام وبتيجي مع مضارع مستمر. حلو، تيجي مع مضارع تام لو الحدث ما زال مستمرا، تيجي مع مضارع تام ومع ماضي بسيط، انا كتبت غلط، مع مضارع تام ومع ماضي بسيط. طيب قلنا تيجي مع مضارع تام لو الحدث مستمر، طب تيجي مع ماضي بسيط لو الحدث انتهى. فانا هشوف الجمله اللي قدامي ديت، الحدث انتهى ولا ما انتهى؟ هو بيقول لك في الجمله ايه؟ بيقول لك ان هو ايه، ركز كده، 10 سنوات دلوقتي هو عايش في بني سويف، يعني معنى كده ان حدث العيش في الاسكندريه ده انتهى. وبما ان الموضوع انتهى فحضرتك اهو قدامك زي ما انت شايف اهو، بما ان الموضوع ماضي بسيط عشان انتهى، فانت عايز ماضي بسيط، فهتروح انت زي الشاطر واخد لي هنا ماضي بسيط اللي هو lived رقم A، يبقى الاجابه lived. طيب while I was studying، بينما كنت بذاكر، my father not a book، انا كنت بذاكر، ابويا كان بيقرا، حدثين مستمرين، يبقى was reading. He made some new friends had stay. Had stay دي إقامته، دي عبارة عن اسم. ومن بيجي بعده اسم هنا؟ while had stay. لا والله العظيم، while دي بيجي بعدها الفعل مضاف له ing، أو يجي بعدها ظرف، أو يجي بعدها فاعل وظرف، أو ماضي مستمر، جملة سليمة. يبقى أنت عايز الوحيدة اللي تنفع هنا.
24 بيقول لك هاو لونج اجو، اجو دي اصلا معناها منذ، ودي كلمه من كلمات زمن الماضي البسيط. حلو، فحضرتك تستبعد ده لان ده مضارع تام، وتستبعد دي لان دي مضارع بسيط. طيب وير يو ولا ديد يو؟ القاعده خلصانه، ديد يو عايزه بعدها فعل في المصدر، وير يو عايزه بعدها الفعل المضاف له اي ان جي، او يكون جمله بدون فعل. انت عندك هنا ليف فعل في المصدر، خلاص يبقى الموضوع قتل بحثا ومفيش تفكير ولا تدبير، يبقى ديد يو ديد والمصدر اللي هو ليف. As I while وAs just as نفس الاستخدام بعدهم ماضي مستمر، يبقى was walking. Her father was 80 years old when he، خد بالك انت لاحظ انت عندك when يعني ده كده رابط، وعندك was يعني زمن وماضي بسيط كده او زمن وماضي، فحضرتك انت عايز هنا برضو ماضي. Has دي مضارع، was dying died was died. تعال نترجم كده، مفيش حاجه اسمها was died اصلا، كلمه died ما تجيش مجهول لان معناها مات مش موتة. انت بتقول ان ابوها كان عنده 80 سنه عندما مات، يبقى ضايل. وي وير اول بيزي، كلنا كنا مشغولين. وايل اي ووز تايبنج، بينما انا كنت بكتب التقرير علي كان بيجهز، يبقى ووز بريبيرنج، على اساس مستمرين مع بعض. ذيس تايم لاست يير، السنه اللي فاتت زي دلوقتي، انا كنت عايش وكنت مستمر في العيش، يبقى ووز ليفنج. خد بالك السنه اللي فاتت زي دلوقتي، انا كنت مستمر في حاجه معينه. طيب الجمله اللي بعد كده 29، وي وير دوينج اور هوم ورك، احنا كنا بنعمل واجبنا. وايل اور ليتل براذر، بينما اخونا الصغير كان يشاهد التلفاز. لاحظ انت بالعربي اصلا قلت لي كان يشاهد، كان يشاهد يعني كان يفعل، يعني حدث كان مستمر، يبقى was watching. My mother not the housework when I returned home so I hoped او I helped her finish that work. خد بالك انا دخلت البيت لقيت امي شغاله فانا ساعدتها، بما انك ساعدتها يبقى هي كانت مستمره في العمل، يبقى my mother was doing. بعد كده رقم 31، ات تايم، ركز بقى في الجملتين اللي جايين دول عشان الجمل دي كده ليفل 2 يعني مستوى تاني، يعني مستوى اكثر صعوبه. بقول لك يا سيدي اتس تايم، وي اتس تايم فاعل ماضي بسيط، يبقى وي ستاديد، واحنا قلنا على ده اسمه ايه؟ ماضي وهمي، وهمي، واحنا متفقين الماضي الوهمي ده ليه كام حاله؟ ثلاثه. اتس تايم ايد راذر ويش he couldn't answer the phone because he، هو ما عرفش يرد على التليفون لان هو كان بياخد شاور، was having. طب يا مستر مش because دي رابط اصلا، قبله ماضي فانت عايز بعده ماضي، تمام. طب ليه ما ناخدش had او had، ما احنا كده هنستبعد has لانها مضارع، انت معايا في كده. طب لكن ليه ما ناخدش had او had، هروح انقل لك حاجه واحده بس، انت لو قلت لي had او had معناها ان الراجل ده كان خد شاور وخلص، ليه ما ردش على التليفون؟ هو ما ردش على التليفون لانه كان مستمر في اخذ الشاور. طيب working hours اللي هي ساعات العمل، يبقى انت عايز ترجمه مين الاول؟ ترجمنا كلمه ساعات الاول، ترجمنا الاسم الاول. لو انت سمعت فيديو الشرح هتلاقيني قلت لك دي، لما نترجم الاسم الاول اعرف انك انت عايز during working hours. طب هو لو شال كلمه hours دي ينفع نقول during؟ لا، كنا هنقول while. at 5 o'clock last Monday، يوم الاثنين اللي فات الساعه 5 بالظبط انا كنت في الباص، يبقى I was. طب مستر مش الساعه 5 بالظبط الحاجه كانت مستمره؟ اه. طب المفروض ان احنا ناخد was being، هقول لك لا، was being دي لما يكون بعدها past participle يبقى دي مجهول، was being دي لو جبنا بعدها صفه يبقى معناها عامل نفسه حاجه معينه، ولو انت نسيت حته عامل نفسه دي افكرك، اقول لك مثلا in the event yesterday في الحدث بتاع امبارح علي was being polite. عارف دي معناها ايه بالعربي كده؟ مش معناها علي كان سعيد، كان مؤدب، سوري، دي معناها علي كان عامل نفسه مؤدب. ايه اللي عرفك انه كان عامل نفسه؟ ما انت قلت لي was being، جبت لي بعدها صفه يبقى كده معناها عامل نفسه. لكن لو انت قلت لي in the event yesterday علي was polite معناها ان علي كان مؤدب كالعاده. الطبيعي ان الفيرب تو بي ما ينفعش نستخدمه ماضي مستمر، علشان كده احنا استبعدنا دي كمان وخدنا was. I'd rather you، ركز بقى معايا كده، I'd rather جبنا بعدها فاعل، اذا اللي بعد كده ما ينفعش اطلاقا يكون المصدر ولا مضارع، لا مضارع يبقى دي بره، ودي مضارع بره، ودي مضارع بره، ولا المصدر يبقى didn't work. هي ليها كام احتمال؟ ثلاثه، I'd rather مصدر، I'd rather فاعل ماضي بسيط، او فعل ماضي تام. The actor not to answer any questions، الممثل ايه ان هو يجيب على اي اسئله؟ didn't want يعني لم يريد تنفع، never wanted عشان نستخدمها، او don't لا الاكتور الممثل مفرد، المفروض كنا قلنا doesn't يا مستر مش don't، فدي برضو بره. طيب ليه ما نقولش اراد؟ ما هو ازاي اراد مع اني؟
انت عارف ان كلمة اني اصلا بتيجي مع جملة نفي، فانت وجود اني خلانا نستبعد كلمة wanted. in those days قلتها لك في الشرح يا برنس، خد بالك قلتها لك في الكورس كمان، ان كلمة زوز اللي موجودة قدامك دي من الكلمات اللي هي اسم اشارة اصلا، بس بنستخدمها عشان نعبر عن زمن الماضي. يبقى people wrote a lot more letters، يبقى ركز معايا كده، in those يبقى ماضي، طب لو in these يبقى مضارع. طيب بعد كده I returned home when mother was preparing lunch، انا رجعت البيت لما امي كانت شغالة بتجهز الاكل. عندما كانت امي تجهز الطعام، عندما كانت تجهز يعني بينما كانت تجهز. وين هنا بتساوي مين؟ بتساوي كلمة while، وهو ده اللي سألك عليه. بيقول لك هنا when بتساوي as وبتساوي while وبتساوي كمان just as لو انت عايز، يبقى كده اي اند سي. my mother not for market just now، لسه حالا. لو انا قايل لك في فيديو الشرح مهم، فيديو الشرح لازم تسمعه، كلمة just now من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، يبقى left. I see فعل في المصدر. you in the post office the other day، استنى كده، لو انت فاكر ان the other day كلمة من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، هتروح انت مفكر مباشرة في didn't. طب يا مستر ما هو ماضي بسيط، ما انا ممكن اخد برضو was او where مع الماضي البسيط، ايوه، بس دول بيجوا في جملة بدون فعل، وانا عندي هنا سي مصدر. while I not at school، والله يا باشا انا عندي while وبعدين فاعل، وات سكول دي عبارة عن ظرف، يبقى انا عايز verb to be، يبقى while I was. ما ينفعش اقول was being، لا احنا متفقين ان ما ينفعش was being الا لو في past participle. I saw a lot of tourists while not in Luxor، انا شفت الكثير من السياح بينما ايه في لوكسور، او اثناء ايه في لوكسور، اثناء كوني. مين اللي شاف؟ انا. مين اللي كان؟ انا. يبقى الفاعلين واحد، يبقى while being عادي. وعلى فكرة كان ممكن نقول while in Luxor على طول كده من غير اي كلام، يعني هنا ينفع في الجملة دي no word، يعني ممكن تقول I saw a lot of tourists while in Luxor او while being in Luxor، الاحتمال الثالث while I was in Luxor. did you study English، من امتى بتدرس انجليزي؟ for how long، لا بص حتة كده انت اكيد سمعتها في فيديو شرح المضارع التام اكيد يعني، بس انا اكد لك هاتم عايز تعلم for how long، و how long لوحديها، و since when، التلاتة الحلوين دول بنستخدمهم مع المضارع التام. لكن عندك how long ago بستخدمها مع الماضي البسيط. طيب وبناء على ذلك هنيجي هنا كده في الجملة 43، الراجل بيقول لك ايه بقى؟ not did يعني for how long، لا لان دي مضارع تام. how long ago معانا، since when، لا since when دي عايزة مضارع تام، مفيش حاجة اسمها since did. طيب اذا الاجابة اصبحت how long ago. they not able، able able دي able to يعني قادر على صفة، عايز قبلها verb to be، فdidn't بره، ولو في don't كنا هنطلعها برضو. المهم able to come because they were so sick، بما ان were ماضي فهنطلع aren't. اذا الاجابة هم لم يكونوا قادرون، يبقى they weren't able to come. الراجل في 45 بيقول لك are you going to tell توكا what happened، هل انت هتخبر توكا بما حدث، or would you rather، ولا انت حابب ان انا اخبرها. افكرك سريعا بالحتة دي وعايزك تفهم الموضوع ده ببساطة كده، الموضوع مش محتاج اي ما خالص يعني. احنا متفقين يا ابن الناس ان الماضي الوهمي، ان الماضي الوهمي احنا شرحناه طبعا في فيديو شرح القاعدة، بس انا عايز افكرك يعني بحاجة سريعة كده مختصرة. هما ثلاث حاجات، عندك وش وعندك it's time وبعدين فاعل وبعدين ماضي بسيط، وعندك الثالثة اللي هي I'd rather، واللي ليها ثلاث احتمالات وده موضوعنا عشان كده هشرحها. I'd rather بنجيب بعدها مصدر، او بنجيب بعدها فاعل وبعدين ماضي بسيط، او ناخد بعدها فاعل وبعدين ماضي تام. والله يا برنس انت لما ترجمت الجملة لقيت الجملة زمنها مضارع فتاخد دي، طب زمنها ماضي فتاخد دي، شرط يكون في فاعل، طب هي مضارع ولا مش مضارع، المهم ان مفيش فاعل ناخد مصدر. حلو، طيب ارجع لي لجملتك كده تاني يا باشا وشوف ده ايه. بيقول لك are you going to tell توكا، هل انت هتخبر توكا بما حدث، or would you rather I، انت لو ركزت كده قال لك would you rather ايه، I يعني في هنا فاعل اهو، اذا انت عايز ماضي بسيط فتاخد له told. طيب ارجع تاني كده هناخد هنا told. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك as I as well as my friends، قاعدة خلصانة شكرا منتهية. as well as دي يا مستر، as well as لها احتمالين اتنين، ان يكون قبلها فاعل اول وبعدها تاني وبعدها مباشرة فاعل ثاني. ركز بقى في اللقطة اللي جاية دي، ان الفعل على حسب الفاعل
الاول اللي هو مين؟ اللي هو الفاعل الاول اللي قبل از والاس. طب اديني مثال، خد لك مثال يا برنس. لما تقول مثلا علي، لا بلاش من علي، ناخد اي عشان الموضوع يبقى متكركب شويه. اي از ويل از علي، انا زي علي بالظبط. بص انت قلت لي انت بداتني باي وبعدين از والاز وبعدين علي، يعني فاعلين اتنين. الفعل بقى على حسب الفعل الايه الاولاني، هتختار لي بقى هنا ام ولا از ولا ار. انت في الامتحان الشيطان بيشتغلك شويه اشتغالات كده من بينها، يقول لك يا ابني از والاز رابط اضافه، يعني انت كده قلت اي انا وعلي يبقى اتنين فتاخد ار. لا يا بيبي كده غلط. طيب يا ابني ما هو هنا علي فناخد از. لا برضه يا حبيبي انت بتاخد على حسب الفاعل الاولاني اللي هو اي، يبقى اي از والاز علي از ام. طيب انتبه لحته ايه كمان، انك انت بتقول انا عامل زي علي ما بحبش اللحمه. شوف انت قلت لي انا عامل زي علي ما بحبش اللحمه اللي هو انا، يعني ارجع بقى لموضوعنا كده. طيب يبقى انت عندك، تعالى بقى واحده بواحده كده، عندك الفعل الاولاني اي تمام، از والاز موجوده، الفعل الثاني ماي فريندز، يبقى اي وماي فريندز. امتى هتاخد على الفعل مين؟ الاولاني اصلا لو انت محتاج الموضوع ده. المهم اي از والاز ماي فريندز نوت ماتش يسترداي مورنينج، الموضوع كده ملوش علاقه لا بفعل اولاني ولا ثاني، كده كده انت عايز ماضي عشان يسترداي ماضي. طيب هل اتشالت بره لانك انت بتتكلم على ماضي بسيط، لكن هل اتشالت ماضي تام؟ وانت بتقول انا زي اصدقائي كنا بنشيت، يعني او كنت بشيت، الفعل مين؟ اي، يبقى تاخد ووز تشاتنج. طب ليه مش وير؟ لو خدنا وير يبقى انت خدتها على ماي فريندز تبقى غلط. طب ليه مش اتشاتد؟ اصل يسترداي مورنينج يعني امبارح الصبح لو طبيت عليا هتلاقيني كنت بدردش، يبقى كده 46 تمام. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 47، عايز اعمل بس الخلفيه بيضه كده عشان يبقى يومنا ابيض كده وجميل. بقول لك 47، I not dinner when عادل arrived so I warmly asked him to share the meal with me. بقول لك انا العشاء لما عادل وصل. والله يا مستر انت قلت لي رابط اللي هو when، وانت متفق معايا قبل كده لما الرابط يكون بعده ماضي زي arrived ماضي فاللي قبلها طبيعي يكون ماضي. اذا يا مستر بكل قلب قوي انا هطلع بره am having واي حاجه مضارع، ده رقم واحد. رقم اثنين، انت بالعربي كده قلت لي انا رحبت بيه وقلت له كل معايا، يعني معنى كده ان انا كنت بتناول، يبقى انت عايز ماضي مستمر يبقى was having. When I went to the workshop، لما انا رحت الورشه، الميكانيكي كان بيصلح العربيه ولا كان صلح؟ so I had to wait، كان لازم انتظر. هو كان مستمر في الاصلاح، يعني معنى كده انك عايز ماضي مستمر اللي هو was repairing. عارف انت نفس الجمله دي لو الراجل قال لك في الجمله when، في الجمله هكتب لك الجمله بشكل، افرض قال لك مثلا when I went to the garage تمام، the mechanic a my car I was happy مثلا to find it I was happy to find it happy to find it repaired. انا كنت سعيد ان انا لقيتها متصلحه. هنا بقى كده حضرتك بتقول لما انا رحت الورشه انا لقيت الميكانيكي صلح العربيه، يعني هو صلح العربيه الاول وبعدين حضرتك رحت الورشه، يعني انت بتتكلم عن حدث اول وثاني. هنا بقى كده هنقول had repaired او كان ممكن نقول repaired. ارجع بقى لجملتك الثانيه كده الاصليه اللي انت بتحل فيها وشوف الموضوع ايه بالظبط. while I not، استنى كده يا مستر احنا عايزين نتفق على مبادئ كده، موضوع خلصان. والله يا باشا while دي ممنوع نجيب بعدها was being الا لو بعدها past participle. حلو. ثانيا انت قلت لي lots of weight، كان فين الجمله؟ بقول لك lots of weight and became زمانها يا مستر ماضي. يعني انت عايز تقول ايه؟ طيب لما زمانها ماضي ايه اللي مزعلك؟ يعني لازم يكون هنا برضه زمن ماضي، هنطلع am بره لانها مضارع. باقي معاك was و had been. ممنوع، بص عايزك تعرف دي كويس، ممنوع نستخدم ماضي تام ولا ماضي بسيط بعد واي. اذا الاجابه كده اصبحت بالحب هي ووز. طيب وات تايم نوت وين يور فادر ارايفد، ارايفد ماضي، يبقى انت كده عايز هنا ماضي برضه، طلع از ولا هطلع بره وهاز بره. ديد ات ولا ووز ات؟ والله انت قلت لي ان ديد عايزه بعدها فعل في المصدر، ان ووز عايزه بعدها اي ان جي لو ماضي مستمر، بص بارتيسيبل لو مبني المجهول عايزه بعدها اسم او فعل او صفه، وكده مفيش في الجمله فعل اصلا، يبقى ناخد هنا ووز لان في الجمله هنا وات تايم نوت ات لحد هنا كده مفيش فعل، يعني انا كده قدام الجمله من غير فعل. ثانيا انت عايز تقول ماذا كان الوقت، انت عايز كان يبقى ووز. ذا مومنت اي سو هير، ساعه ما انا شفتها رابط، ذا مومنت رابط ومعاك ماضي فانت عايز ماضي، فانت بره يا حاجه وانت بره يا حاجه.
She not the washing up later she ironed her skirts. بقول لك انا ساعه ما شفتها هي كانت بتغسل، يبقى was doing، ما عشان انت ساعه ما شفتها كانت مستمره في الفعل. I was washing my dad's car، انا كنت بغسل عربيه ابويا. Tomorrow، لا ده حضرتك مستقبل. طيب باي ايت يسترداي، يخرب بيت السؤال ده خربوش، واحنا متفقين انت لو فاكر انا قلت لك قبل كده لما تلاقي باي وماضي فكر في ماضي تام يا برنس، لما تلاقي باي ومستقبل فكر في مستقبل تام يا عم الحاج، لما تلاقي ان وبعدها ماضي ده ماضي بسيط يا حاج، طب لما تلاقي سنس وبعدها ماضي ده مضارع تام يا باشا. تعال نشوف كده، بداية باي دي عايزين ماضي تام، والراجل ما ادانيش ميه تام، بيقول لك I was washing يعني ماضي بسيط او مستمر يعني. طيب at 8 yesterday، الساعة 8 امبارح، و yesterday بالامس، يعني ده ماضي بسيط وده ماضي مستمر، اذا ناخد الساعة 8 بالليل. تاني كده، انت انا كنت بغسل عربية ابويا امبارح الساعة 8. طب ايه المانع ان انا اقول لك yesterday؟ yesterday معناها ان الحدث خلص، لكن امبارح الساعة 8 بالظبط لو سيادتك طبيت عليا هتلاقيني شغال ومستمر في الفعل، يبقى I was washing at 8. as اخت وايل، انت عارف ان وايل as just as بيوعدهم ماضي مستمر، فتفكير حضرتك هنا في ماضي مستمر. to the tour guide someone not their money، نترجم عربي، بينما هم كانوا يستمعون للمرشد شخص ما سرق نقودهم. كانوا يستمعون يبقى ده مستمر، يبقى انت بره لانك مش مستمر، وانت بتتكلم على الماضي فانت بره، يبقى انت طلعت اتنين بره. بينما هم كانوا يستمعون شخصا كان يسرق، ولا بينما كانوا يستمعون شخصا سرق، يبقى الاجابه كده اصبحت رقم دي. وانت لو ترجمت عربي بينما هم كانوا يستمعون يبقى were listening، شخصا ما سرق يبقى stole. طيب الجمله اللي بعد كده بيقول لك while I was cooking my husband was washing the car، ركز لي كده وافهم الراجل بيحكي في ايه. بيقول لك بينما انا كنت بطبخ زوجي كان بيغسل، يعني الحدثين الاثنين كانوا مع بعض. This means، ده معناها I cooked first، انك انت طبخت الاول، لا حضرتك الحدثين كانوا مستمرين. The two actions were at the same time، الحدثين كانوا في نفس الوقت. ان زوجي غسل العربية الاول، لا ما فيش حاجة حصلت قبل التانية، يبقى كده الاجابة رقم B، الحدثين استمروا في نفس الوقت معا. الجزئية الثالثة من الاسئلة الـ passive in past simple و past continuous. He guilty of theft، هو وجد ولا وجد؟ هو وجد، يبقى found دي وجد، ده معلوم. had found برضو معلوم، was found مجهول، يبقى هو وجد. That building، هذا المبنى ايه؟ 10 years ago، هذا المبنى بني منذ 10 سنوات. والله اقول كلمة دل على زمن ماضي بسيط اصلا، فحضرتك هتفكر في الماضي بسيط دايما، فدي بره لانك مضارع، وانت بره يا حاج عشان مضارع، باقي معاك هاز اللي هي برضه مضارع، يبقى الاجابه اصبحت was built، هذا المبنى بني. طب في رقم 57 بيقول لك while the party، بينما الحفله ايه؟ we were busy sending invitations to our friends، بينما الحفله كانت ترتب، يعني انت عايز ترتب مجهول. امسك اول واحده was prepared، رتبت ما ينفعش بعد while اطلاقا ماضي بسيط، انا عايز اقول لك بماء الذهب، بعد while ممنوع، ماضي بسيط او ماضي بسيط او ماضي تام ممنوع. طيب was being prepared، ما فيش حاجه اسمها was being والتصريف الثالث، اسمها was being بس بارتيسيبل، ركز خد نفس عميق، was being prepared. طيب is prepared دي مضارع ازاي يا حبيبي والجمله اصلا كلها ماضي؟ اذا الاجابه اصبحت رقم سي، ومعنى الجمله بالعربي بينما الحفله كانت ترتب احنا كنا مشغولين بارسال الرسائل لاصدقائنا. هي until he had cleaned the car well، هو لم يكافئ ولا لم يكافئ؟ لا لم يكافئ الا بعد ان نظف، انا عايز مجهول، يعني انا عايز was aware والباست بارتيسيبل، يبقى wasn't rewarded. وش طب يا مستر هو مش تل وانتل، الناس الكلام الناس العاليين يعني كده انت بتفكر في دلوقتي، ده كلام الناس الحلوين، مش تل وانتل بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام؟ اه يا باشا معاك. طب ما انا عندي اهو ماضي تام اهو هاد كلين، انا عايز هنا ماضي بسيط منفي، اقول لك لا يا حبيبي بيكون قبلها ماضي بسيط سواء هو معلوم او مجهول. لو خدنا didn't reward يبقى ده مبني للمعلوم، لو خدنا wasn't يبقى مبني للمجهول. while my car is at the garage I was having a meal at the nearby restaurant، بينما سيارتي كانت تصلح ولا كانت تصلح؟ لا كانت تصلح، فانا عايز مجهول. was repairing ده مبني للمعلوم، قول له اطلع بره. was being تصريف ثالث، هي دي كانت تصلح. the thief اللص قبض ولا قبض عليه وارسل
للسجن اكيد قوه بيضه، يبقى ووز ارستد. الراجل في الجمله رقم 60 بيلعب لعبه كده هتقابلها في كتب كتير، يعني عايزك تنتبه. اللعبه دي بتقول حاجه، بقول لك في اللعبه دي كالتالي، ممكن يجي لك في الجمله يقول لك ذا سيف، خلاص يا عم احنا قلنا دي خلاص، يقول لك ذا سيف، هات القلم، ذا سيف، لا مش هكتب ووز، ذا سيف نوت ارستد. حلو، يا ترى هنا هنقول وير ولا هنقول جوت؟ الطبيعي يا عم المستر ان الثيف ده مفرد والمفرد عايز ووز وما فيش ووز، فناخد جوت وسلام عليكم. يعني عايزك تفهم ان جوت ارستد بتساوي ووز ارستد وير ارستد. طيب قال تاني ليه ناخدش ارستد لوحديها؟ لا ارستد دي معناها قبض مبني المعلوم، ووز ارستنج يعني كان يقبض على معلوم برضه، ودي مضارع ما تفكرش فيها لان الجمله اصلا ماضي. طيب ملحوظه ثانيه في رقم 60، عذرا على النحنحه لان الدنيا بايظه. رقم 60 عايزك تفهم دي برضو، الراجل في الامتحان ممكن يجي لك يقول لك ايه؟ ان علي was arrested and not، يا ترى هتقول and sent ولا and was sent؟ افهم دي، ما دام الفاعل واحد فأي and كل اللي قبلها واللي بعدها بفعل مساعد واحد. يعني ايه بفعل مساعد واحد؟ ركز لي في دي كويس كده عشان الحته دي مهمه. احنا قلنا بفعل مساعد واحد، ايه الفعل مساعد واحد؟ انت قلت لي ايه؟ علي ووز، يبقى الفعل المساعد عندك مين؟ ووز. تصريف تالت اند تالت تالت من غير اي ووز ثانيه. طب لو الفاعلين مختلفين يبقى كل جمله هيكون فيها فعل مساعد مستقل وخاص بيها. وده هتقابلك وانت بتحل في اسئله الكتب اللي فيها اسئله جامده يعني شويه. طيب احنا بعد كده يا باشا في رقم، My son didn't know what he not in his trip to China. Their foods were different. ولكن ابني لم يعرف ماذا هو كان يأكل في رحلته بتاعت الصين، في رحلته بتاعت الصين. هو أصلا الطعام كان مختلف، يبقى was feeding ولا was being fed؟ بص ابني ما كانش عارف ماذا هو أطعم، يبقى مجهول، يبقى هي دي عشان تقول أطعم. على فكرة كان ممكن نقول what he was eating، ماذا كان يأكل. We couldn't enter the room because it is. لم نتمكن من دخول الغرفة لأن الغرفة كانت تلون، ولا تلون، لا تلون، دي كده معلوم ولا هطلع بره. Was being painted، الإجابة برافو علينا. One of our classroom windows، اسمعني كده عايزك تفهم، one of يا عم الحاج، one of بيكون بعدها اسم جمع، ما هو ما ينفعش أقول لك واحد من الولد، أكيد واحد من الأولاد، من فعل يا عم الحاج مفرد. فركز لي كده، انت بتقول لي one of my friends is ولا are؟ لا is حضرتك يا عم الحاج، ده friends، ايوه انت بتقول واحد من اصدقائي، واحد يكون. one of our classroom windows، واحد من شبابيك الفصل بتاعنا، ايه بالامس؟ كسر، يبقى was broken. طب ليه was broken تحديدا؟ ما هي دي مجهول بمعنى كسر، ودي برضو والله معناها كسر عشان يستر دي بس. did you go to the party؟ هل انت رحت الحفله؟ قال لك لا انا لم ادعى، يعني انت عايز مجهول، يبقى wasn't invited. طب ليه مش didn't invite؟ عشان دي معناها لم يدعو، معلوم. على فكره انت هنا قلت لي I wasn't invited، ويا صح كان ممكن تقول they didn't invite me. قسما بالله اللي انا بعمله لك ده محدش هيعمل، الناس هتحل ايوه على اليوتيوب زي الفل، بس محدش هيفضلك في كل جمله يفصص لك فيها كده. فده اكيد 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 ما تكونش انت انسان بخيل، المفروض انك تشترك في القناه وتعرف زمالك عليها كده عشان احنا نعمل شغل عظمه سواء على اليوتيوب او في المحتوى الخاص. A new branch، برانش دي معناها افرع الشجره او افرع البنك كده يعني. Of the National Bank of Egypt، فرع جديد من البنك القومي المصري. ايه near my house last month، اسس، بني، مجهول يعني، يبقى was established اللي هي رقم دي. طب يا مستر ليه مش was establishing؟ اصل دي حضرتك معلوم، انا عايز مجهول، عايز اقول بني اسس. كده خلصنا الجزئيه، الجزئيه اللي بعدها كلها على used to و be used to. طب ما تيجي نشوف. اول سؤال عمك الحاج بيقول لك I not play. انا ايه؟ I am used to يا مستر، عايزه بعدها ing. طب used to عايزه مستر، get used to عايزه بعدها ing. didn't used to هي مش غلط، هي صح، بس احنا عندنا في الكتب didn't use to والمستر. لو انت فتحت اي قاموس في الدنيا وقلت له didn't
او كتبت له sorry used او didn't اه sorry زي ما كتبت الاول didn't use to, هتلاقيه كاتب لك جنبها بالظبط, هتلاقيه كاتب لك جنبها كده بالنص also ايضا didn't used to, وجنبها old english. يعني old english حاجه يعني انجليزيه قديمه. انت كطالب في الامتحان بتقول didn't used to, بس وانت بتقرا في اي حاجه لقيتها مكتوبه didn't used to هي صح. طب انا في الكتاب المدرسه ممنوع تستخدم دي, ممنوع مع انها صح. طيب المهم اي ما حلتش السؤال, انا عندي فوق بلاي فوتبول تقدر يبقى ناخد يوزد تو. اي بلاينج فوتبول, والله بلاينج دي يعني فعلا مضاف اي ان جي يعني كده ام واز ار يوزد تو وجيت يوزد تو. طب ما هي جيت اهي, ايوه بس ازاي هتقول اي جيت هيب عليك, المفروض تبقى اي جيت. ادخل على اللي بعدها الجمله رقم 68 تمام والباك جراوند تبقى بيضه برضو, معلش باك جراوند بيض. طيب بقول لك اي يوزد تو سموك, ركز لي كده, I used to smoke يعني أنا كنت متعود أدخن. ده معناها إن كنت used to المصدر كنت بعمل وبطلت. يعني ده معناها I don't إحنا بنذاكر smoke now أنا ما بدخنش دلوقتي, أو I no longer smoke أنا لم أعد أدخن, أو I no longer do لم أعد أفعل, أو it was my habit. لما تذاكر مذكره القواعد بتاعتنا ان شاء الله كده في المحتوى الخاص للناس اللي هتاخد المذكره دي, هتلاقي كاتب لك كل الاحتمالات اللي لاي قاعده في تاريخ البشريه هتلاقينا منزلها لك فيها. المهم I used to المصدر انا عارف ان معناها كان بيعمل وبطل, يعني I no longer do it اللي هي رقم بي. طيب ليه مش I smoke؟ I smoke حضرتك ان انا بدخن دلوقتي. عارف انت لو اقول لك I am used to smoking هقول لك I smoke فعلا. طب ليه مش stop it؟ دي معناها ان انا هبطل ان شاء الله في المستقبل. يعني انت شغال لاي حبيبي يوز تو المصدر معناها كان بيعمل وبطل. I not to school on foot it is my habit لسه بقول لك عليها, ولو قلت لي was يبقى كانت عليها بتحصل وبطلتها يبقى يوز تو المصدر. طب لو قلت يبقى ده مضارع, يعني انت بتعملها حاليا وشغال فيها, يبقى I am used to going دي يوز تو المصدر معناها بطل. طب am used to ing معناها لسه ما زال بيعمل. طب usually went ده زمانها ماضي يعني كده بطل. طب نيفر جو ما بروحش خالص المدرسه ماشي على الاقدام, ده قال لك ده عادتي اني بروح المدرسه ماشي, يعني انا متعود امشي ماشي. طب وين شي ليفت ان جابان ايام ما كانت عايشه في اليابان, يا باشا دي عاده ماضي. يعني انت ليه بتقول لي عاده ماضي يا مستر وتعبت نفسك؟ اصلك انت جبت عربي هتلاقي نفسك عايز تستخدم ووز ليفنج, ترجم كده لما هي كانت عايشه في اليابان. المنطق انك تقول ووز ليفنج بس ده غلط لان دي عاده وعاده بسيط. وين شي ليفت ان جابان ايام ما كانت عايشه في اليابان, she had to get used to, بص get used to و ing. طيب يبقى هنا اخد ايه؟ ing to eating. والمناسبه اللطيفه دي بما انك انت على الخربوش اكيد فهمني, كان ممكن اقول لك she had to المهم get used to raw fish على طول من غير ing. ليه يا باشا؟ ما انا عندي get used to بيجي بعدها حاجه من اتنين ing او اسم, ولو خدنا get used to raw meat ادي اسمه. she used to be active اتكل على الصبر كده واحده بواحده ما تستعجلش. انت قلت لي used to be active صح, يعني معنى كده انك انت استخدمت لي used to المصدر حلو, معنى كده انه بطل يعمل الحاجه دي. ده معناها ان هي الان لا تفعل but now she لكنها الان ايه لا تكون, ركز لي, هي اعتادت ان تكون نشيطه لكنها هي الان لا تكون, يبقى اذن اللي هي دي. هيجي لي واحد يقول لي ازاي يوز تو ماضي وتاخد لي ايزنت مضارع, هقول لك عشان ناوي يا عم الحاج, ثانيا عشان المعنى, هي كانت زمان معتاده ان تكون نشيطه لكنها الان هي لا تكون يبقى ايزنت. I used to play football انا كنت متعود اني بلعب كوره لكن الان لا افعل. لاحظ انت هنا قلت لي لا اكون يبقى انت عايز لا يفعل لكنني انا لا افعل يبقى I don't. هنا يا عم الحاج في رقم 71 ورقم 72 انا عايز اخد الشاشه كده على جنب شويه صغيرين, احنا ممكن نلعب لعبه ثانيه اللي هي ايه, احنا نعمل كده مش كده يا عم حاج, هي لعبه بقول لك ايه بي اكتف بات وشي قلنا isn't but now she no longer is. خد بالك من دي, طبعا التقطيع اللي في الكتابه ده مش هيحصل ان شاء الله, هصلحها دلوقتي بس عشان الوقت بس. طب دي I used to play
رجل يشكر يعني. اول واحد بقولك it's time، the it's time فاعل ماضي بسيط يبقى will تاني. طيب it's time فاكرها؟ اقولك تاني لو انت نسيت يعني. it's time فاعل، it's time فاعل ماضي بسيط، او it's time to المصدر، او it's time for واسم. لو انت ملخبط اكتب رجل يشكر يعني. اول واحد بقولك it's time، the it's time فاعل ماضي بسيط يبقى will تاني. طيب it's time فاكرها؟ اقولك تاني لو انت نسيت يعني. it's time فاعل، it's time فاعل ماضي بسيط، او it's time to المصدر، او it's time for واسم. لو انت ملخبط اكتب ايدك، اكتب بالقلم it's time to والمصدر، it's time for اسم، it's time فاعل ماضي بسيط. المهم I wish مفيش بعدها فاعل يبقى ناخد to والمصدر. امال امتى ناخد ماضي بسيط؟ لو الجملة زمانها مضارع بسيط. امال امتى ناخد my time؟ لو هي زمانها ماضي. طب I wish I knew what new car، يا ليتني رجل يشكر يعني. اول واحد بقولك it's time، the it's time فاعل ماضي بسيط يبقى will تاني. طيب it's time فاكرها؟ اقولك تاني لو انت نسيت يعني. it's time فاعل، it's time فاعل ماضي بسيط، او it's time to المصدر، او it's time for واسم. لو انت ملخبط اكتب ايدك، اكتب بالقلم it's time to والمصدر، it's time for اسم، it's time فاعل ماضي بسيط. المهم I wish مفيش بعدها فاعل يبقى ناخد to والمصدر. امال امتى ناخد ماضي بسيط؟ لو الجملة زمانها مضارع بسيط. امال امتى ناخد my time؟ لو هي زمانها ماضي. طب I wish I knew what new car، يا ليتني اشتريها ماضي. طب I wish I knew what new car، يا ليتني